في سؤال عن نشأة القداس، يعني أو هل القداس هو بوضعه الأصلي اللي احنا بنصلي بيه وديه؟ قصدي بالتأكيد لو نرجع لقداس ماري مرقس اللي هو أول ما وضع القداس، هنلاقي فيه أشياء ما كانت موجودة زي ما هي موجودة دلوقتي. عشان كده جاء القديس البابا كيرلس الرابع اللي هو عمود الدين، اللي هو أضاف بعض الإضافات وبعض الصلوات للقداس دي، عشان كده بعد كده اتسمى فيما بعد قداس البابا كيرلس أو قداس الكيرلسي. يبقى إذن في حصل فيه تعديلات أو تغييرات. بالتأكيد إنه لما يعني زي ما احنا بنحضر شرح القداس او بناخد الترتيب بتاع القداس، لما نعرف هدف القداس او ترتيب القداس، هنلاقي انه القداس ما هو الا رحلة الى السماء. القداس بيكلمنا عن الخليقة، بيكلمنا عن الخلاص، بيكلمنا عن كيف نحصل على هذا الخلاص من خلال سر الافخارستية اللي هو جسد المسيح ودمه. بالتأكيد انضافت إليه حاجات أو الترتيب بهذه الصورة على ممر يعني نقدر نقول فترتين بالأكثر، إنه تم إضافات بعض الأشياء، أضيفت بعض الصلوات، وبالتالي وصل إلينا بهذه الصورة. عشان كده ممكن نحن يعني لما نرجع هنلاقي إنه يعني مثلا لما نشوف في مقارنات ما بيننا وبين الكنائس الثانية، نلاقي انه في قداسات كثيرة الكنائس الثانية بتصلي بيها، احنا ما بنصلي بيها. مجمع الكنيسة او مجامع الكنيسة اتفقت على انه الثلاثة قداسات الاساسية اللي بتصلي بيها الكنيسة هما القداس الباسيليك، قداس غريغوري، القداس. لكن لو فتشنا هنلاقي فعلا في قداسات كثيرة ثانية بتصلي بيها الكنائس الثانية. يعني مثلا الكنيسة الحبشية نسمع ان عندها القداس الحبشي اللي هو قداس يوحنا ابن الرعد، واللي هو ناس كثيرة بتحب ان هي تسمع هذا القداس ويقول ليه ما نصلي بيه. ممكن نصلي بيه بس ليس على غير المعتاد، ليس على المعتاد اللي هو بتسمعه الناس. فبالتالي مش غلط ولا هو غير صحيح ان احنا نصلي بيه، بس لانه غير معتاد ان احنا نصلي بيه كمجمع كنيسة اتفق على هذه. لكن ما في مانع ان احنا ممكن نصلي بيه او نسمعه او كده. الكنيسة الهندية مثلا، كنيسة هندية عندها قداس باسم القداس قديس يعقوب، فبرضه صلوات بحسب ما وضعها أحد الآباء الرسل القديس يعقوب هي بتصلي بهذا القداس. فإذا نقدر نقول إن كل كنيسة ليها الالتزامة وتمسكة بحسب ما تسلمته من الأجيال وبحسب ما أقرته مجامع الكنيسة.